السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نفرجيكم كيف راح نحط نبتة القريص للعصافير الكناري. هو مفيد جدا لهم الكناري والحسون، وإن شاء الله راح يمدهم بالفيتامينات وراح يشد حيلهم للتزاوج بإذن الله. إن شاء الله بسم الله نبدأ. طبعا انا بلبس كفوف عشان ما بسوي لي زي الحساسية او قرص، وطبعا المؤلم الافضل انكم تلبسوا الكفوف. طبعا هذا الطير اعمى، ان شاء الله هذا لازم اطعميه بايدي. الطير هذا اعمى زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيها غلبة مع الكفوف، والله لو بإيدي أحسن. حطنا رميها جوا. وعلى هيك إن شاء الله راح نكمل كل الأقفاص بإذن الله تعالى. إن شاء الله راح نشوفكم بفيديو ثاني قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.